السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم متابعين الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أعلمكم كيف ترسموا فتاة منقبة. أول شيء راح نبدأ بالوجه، راح نرسم الحواجب. شوفوا الحواجب أسهل طريقة، إنه طريقة الخطوط مشان تطلع معك زابطة. بعدين ترسم العين، ترسم العين. شوفوا تبلش من الزاوية اليسار، بعدين زاوية اليمين. بعدين نجي نرسم الحدقة، الحدقة السوداء، ونخلي فيه بياض، نخلي فيه شوية بياض. بعدين نجي نعمل خط، هذا الخط هو النقاب يا إخواني، الخط هو النقاب. ننزل نسحب النقاب، لأنه تعرفوا النقاب يجي طويل، ننزله نجيبه لتحت. ما في داعي يكون تناسق ومسطرة، لأنه هذا رسم، هذا رسم الحر اللي يعلمك مستقبلا كيف ترسم إنسان، كيف ترسم شخص. فيا اخواني تابعوا جيدا. وبعدين نرسم، نجي من فوق نعمل الراس، نكمل الراس من الجهتين، نوصله لبعض طبعا بهداوة شوي شوي. القلم له راسين، في راس ناعم وراس تخين، نحن عم نستخدم الاثنين. حطينا هالوردة يا اخواني للزينة، للزينة هاي الوردة مشان يعطي جمالية وتعبر عن المرأة. المرأة دائما ناعمة، فنستخدم معها الشغلات مثل الورود وهيك شيء مشان يعطي جمالية. نرسم الجلباب وخطوات مشان تبين انه حقيقية. هاي الخطوات يا اخواني سهلة كتير. اذا بدك تتعلم الرسم فوت على القناة وتابع الفيديوهات واشترك بالقناة، وحط لنا لايك حلو مثلك وتعاليق مشان نستمر في تقديم هذه الفيديوهات. وهلا نرسم اصعب جزء شوي شوي يا اخواني، شوي شوي. تجي ترسم اول شيء الساعد، بعدين تسحب لفوق، تجي ترسم الاصابع. لازم تركز على هاي النقطة، انه يعني تحاول تبين انه هل ايد حقيقية. شلون راح تحاول؟ راح تعمل هيك شوي في الفواصل، الفواصل راح تبينها انه حقيقية. شوفوا يا اخواني كيف كيف رسمناها هاي الايد بشكل كامل، يعني بلكي كمان مو ظابطة بس تبين انه ايد حقيقية. وهلا ما ظل شي غير نعمل الرموش، نعمل رموش كمان للعين مشان يعطي جمالية للعين. نعمل رموش من الجهتين يعني للعينين. وهيك يا اخواني بكون وصلنا لنهاية مقطعنا.